لازم يكون في حد ناصح، ده اللي بيقولوا على العقل المدبر. من اللي ينكر يوم عليك ان انت فالح وعليك ذكاء ونباهة؟ ايه الله اكبر، بقالي عمر معاك وعايشة في ملطة بدن، شمعة بتحرق نفسها وبديك وضيق. شمعة هابي فالنتاين داي يا ايمون. هابي فالنتاين داي يا رشيدة. هتعمل ايه في الفالنتاين؟ هعمل ايه في الفالنتاين؟ انا مش هعمل حاجة في الفالنتاين، انا عايز الفالنتاين هو اللي يعمل فيا، لان انا وحيد. يعني مش هتقابل صاحبتك؟ هي فين صاحبتي دي؟ انا ماليش صحاب. ايه ده؟ انت لسه لوحدك؟ معقولة يعني مفيش جديد؟ مفيش جديد والله يا رشيدة، يعني مفيش حد عايز يبصلي، تقريبا بيقرفوا مني. طيب لا ما تقولش كده وما تزعلش نفسك، بتعيط ليه؟ بعيط ليه؟ عشان انا النهارده كل واحد ماشي مع الكلبه بتاعته وانا مش لاقي كلبه امشي معاها. طب خلاص انا هاجي على مصر بكره واقضي معاك الفالنتاين. ايه هتيجي على مصر؟ هتيجي امتى؟ بكره. اه بس يعني كده مش عارفه هل هأحجز اوتيل ولا لا؟ مش مهم الاوتيل، الله احنا عندنا بيت وعندنا شقه، تعالي اقعدي معايا في البيت، ده احنا هنظبط لك الدنيا هنا. مين؟ مين؟ ايه ده؟ كرسي التسريحه ده ولا حلاوه المولد ولا ايه دي؟ هابي
فالنتاين دي انت ساعدتني كتير وبتبقى قدامي طول الوقت ونفسي اقول لك اني بحبك من زمان، بس مش راضية عشان احنا في وش بعض اغلب الوقت. ام ده اقرب حد ليك؟ اقرب حد ليا؟ وانا كده مش عارفك يا لهفة. عبيط قوي. تعالى حبيبي حبيبي حبيبي. سيبك يابا بقى من التلفزيون وركز معايا. ايه شوية عايزك في حوار مهم قوي. عايز فلوس؟ لا كفي نفسك، انا مش عايز فلوس، انا عايزك في حاجة اهم من الفلوس. بدأت تقلقنا. في ايه؟ عايز ايه؟ انا في واحدة صاحبتي مغربية اسمها رشيدة جاية مصر وعايزها تقعد معايا في الأوضة انا وهي وبس. تجننت؟ لا لا جننت عبيط، انا ما عنديش الكلام ده. لا 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 معلش يابا، عشان دي مغربية وما بتحبش اي حاجة في مصر، لا بتحب الاهرامات ولا البرج، ما بتحبش حاجة غير ايمن. عشان ايه ده الكلام؟ عشان سمعت مصر يابا. ما ينفع يرضيك. انا قلت لها اه يابا، يرضيك ارجع اقول لها لا؟ تيجي تروح المغرب تقول الشباب المصري حابه يقولوا اه وحابه يقولوا لا؟ لا، عشان سمعه مصر كمان، ده انا رقبتي عشان سمعه مصر. يعني اقول لها تيجي؟ تيجي. نظفت لك جوه بقى اخر تمام يا حلواني. احنا عايزين شغل فنادق فاخر، عايزين نرجع السياحه زي الاول ان شاء الله. ايوه استنى بقى عشان انت بتنظفه هو؟ كله عنكبوت. ايه ده؟ ايه يابا؟ ده محسسني انها نازله في شرم الشيخ. ما تقلقش ما تقلقش يا حلواني، ده انا عامله لها حته اكله هتروح تحلب بيها ببلدها. لو النبي يا ابتهال، مش عايزينهم يسحبوا السفير. بابا انا مش فاهمه ازاي حضرتك موافق ان واحده غريبه تيجي تقعد معانا في البيت وكمان تقعد معايا انا في اوضتي. طب والبرايفسي بتاعتي؟ الدراما المغربية داخلة بقوة، عايزين يبقى لنا رجل هناك. السلام عليكم. اهلا يا حبيبي. اهلا. ازيكم يا جماعة؟ ازيك يا مرتدل؟ ازيك يا اقرب حد ليا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مواه مواه مواه. ايه ده؟ في ايه يا واد؟ مفيش، انا بس كنت عايز اقول لك ميرسي. ميرسي على ايه بقى؟ أنا هاجي معاك المطار. أنا اللي جاي معاك المطار؟ لا أنا اللي هاجي معاك. أنت متخلف يا ابني، أنت مش قال لي في صاحبتك جاية من المغرب؟ أيوه. طيب ماشي، أنا جاي معاك المطار. لا أنا اللي هاجي معاك. أنت عايز إيه؟ عايز أنا اللي هاجي، أنا اللي هاجي معاك. أنت فاجئتني بس يلا يلا تمام تعال. جوز متخلفين. كل عام وأنت يا حبيبي، يلا سوا ندخل في عام جديد. أنا مين؟ أنت أشرف ولا محمود ولا سعيد؟ من الزفت اللي أنت بتقول عليهم دول كلهم؟ يا بابا أنا قاعدة مستنياك أنت، يعني هيكونوا مين دول؟ بهزر معاك. لا بجد؟ أيوه بستظرف. طب دي واحدة ورجالك. رايح فين؟ هجيب لك مفاجأة، غمضي عينيكي. ماشي أهو. يلا بقى بسرعة. اوعي تفتحي عينيكي. اوعي تفتحي عينيكي. فتحي عينيكي. انت طيب قوي. ربنا يخليك ليا. هابي فالنتاين دايز يا ساندي. يا حبيبي وانت من اهله بالصحه والسلامه. جميل قوي. اللي قولي يا حبيبي، صحيح هما ليه في العيد الكبير بيذبحوا العجل وليه في العيد الصغير بناكل الكحكه الحلوه وفي شم النسيم بناكل الرنجه؟ اشمعنا بقى في الفالنتاين بنجيب دبدوبي؟ اصل هي ليها حكايه طويله. صلي بينا على النبي. اتفضلي. ميرسي. الله 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 الله. هاي. اهلا يا حبيبتي. اهلا. دي المفروض خالتي. اه. ابتهال. اهلا يا سعد. ده الواد اخويا. ايه في ايه؟ ماله؟ ده المفروض ابويا الحلواني. الله، حلواني يعني بيعمل قطايف وكنافه وكده. الله الله الله، ايه القلش ده؟ انا بحب اللهجه المصريه وبحب القلش بالزاف بالزاف بالزاف. بالذات. بالزاف. بالته. بالفه. بالته. بالفه يعني كتير. ما تقوليش كده. ايه؟ هتفهمي مغربي؟ طب هتقعدي معايا في الاوضه.
خلاص بقى خلاص، احنا هنقف نسلم كتير، يلا الاكل هيبرد. طب انا اروح اغير ياما وبعد كده اجي اكل براحتي. مش روح يا اخوي، انا بحب الاكل المصري بالزاف بالزاف. بلاش يا بنتي الاكل، هتقعي مننا على الارض. مننا ولا من هناك؟ انا عارفاكم، انا عارفاكم يا بتوع المغرب بتموتوا في الاكل المشطشط. انا بقى عامله لك اكل بالهوتسوس. الهوتسوس اللي هم غلبوا احمس. تريد مين؟ حماده سلطان بس على قمر. بقول لك ايه، نعم. ما تغني لي كده اي اغنيه. يا يعني لازم تزلقيني الزنقه دي. حاضر. انا عندي بغبغان حلواني بنص لسان. يا سلام. انا عندي بغبغان حلواني بنص لسان. بس تصدقي بقى ان انا المكان ده خانقني. ليه كده؟ مش حاسس بالحب. انا جاي اعيش قصه حب معاكي. انا كان نفسي في مكان واسع، جنينه واسعه، مكان واسع عشان اجري انا وانت ونقع على وشنا ونضحك. زي الاستاذ عبد الحليم حافظ ومدام شاديه، وزي الاستاذ عمر الشريف والست مريم فخر الدين. وانا كمان، وحتى رحت النهارده عملت شعري سيشوار ب 12 جنيه ونص، قلت عشان لما اجري يطير ورايا كده ما يبقاش مكتكت. واللي يطير اللي يطير تعملي شعرك ب 12 جنيه ونص؟ لا بقول لك ايه، انا ما احبش الست اللي تصرف على الفاضيه والمليانه. اه انت شكلك بقى كده من الرجاله المقرطيه اللي بيقرطوا على الستات وما بيدهمش فلوس. لا يعني مش كده، انت حبيبتي واللي تطلبيه انا اديهولي. ده انت لو طلبتي نن العين، لا لو طلبت كوبايه شاي حليب ميزه ب 2 جنيه اديها لك واجيبها لك. انت حبيبي قوي يا عمري. يا سلام، شوفي سبحان الله الخالق الناطق كأنه مكتوب لك. الدبدوب شبهك بالظبط. شفت؟ انا احس ان هو حته مني، حتى شوف نفس المناخير اهي. ما هو اما هيكبر ويبقى قد كده مناخيره هتكبر ان شاء الله. يا رب يدينا العمر ونشوف عريس. مين؟ ايه ده؟ انا فاطمه. ازيك؟ انت عامل ايه؟ ايه اللي جابك هنا اهوت وسبت حمامات سينما بتعملي ايه؟ اصل انا جبت لك حاجه كده كبيره قد كده اهو. جبت لي ايه؟ بكر مناديل. بكر مناديل ايه؟ هديه. مساحات. مساحات ايه؟ ما توسع مخك شويه، انا هفهمك. عارف وانت واقف على باب السيما اقرب مكان لك ايه؟ الحمام. طب اقرب حد ليك واقف على باب الحمام مين؟ الناس اللي بتعمل حمام. غلط. انا اللي واقفه لك على باب الحمام. ما انت واقفه من زمان، ايه اللي جد يعني؟ اصلا انا جايه اقول لك حبي فالنتايز دي يا حبي. فالنتايز؟ ايوه. فالنتايز ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت شفت الهديه اللي انا جبتها لك يا روح الروح؟ هو انت؟ يبقى شفتها وعجبتك. ولا شفتها ولا عجبتني ورميتها اصلا. ليه كده؟ خلاص مش مهمه، مش مشكله، هبقى اجيب لك واحده اكبر منها واحلى منها. ولا اكبر ولا احلى. فاطمه يلا ارجعي الحمامات زمان الناس واقفه مزنوقه. يلا. قاسي وحمش وده اللي محببني فيك. بيت ريحتك. يلا غور على الحمامات. اشوفك امسي يا روح الروح. ماشي ماشي يا لهفة، ماشي بقى. البت المعفنة بتاعت الحمام تفتكرني وانت لأ؟ ماشي يا لهفة، ماشي. أنا غلطان، أنا غلطان، وانت انت خدعتني. كنت بحبك بس خدعتني. طز فيك يا لهفة، طز فيك يا لهفة. أنا مش هزعل نفسي، أنا هتبسط بسط واسمع مزيكا واتبسط. ساكت ستيما جامد، تغلطي ما يدويش، تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهضرة، يكون راجل مرة لنا بزاف على درويش. انت بغية واحد يكون دمه مال بارد. ساكت ستيما جامد، تغلطي ما يدويش، تلعبي عليه العشرة عشرة ما يعودش الهضرة، يكون راجل مرة بزاف على درويش. خدي دي كمان بقى. قول. ممكن تقولي لي انهي اللي اطول، الليل ولا النهار؟ لا قول انت. انا ما اعرفش اصلا، عمري ما شفتهم واقفين جنب بعض. لا بصراحه دي حلوه، بس
أنا أسفة جدا، يعني النهاردة فالنتين والمفروض تنزل مع صاحبتك. صاحبتي يا حبيبي ما تاخديش في بالك، احنا كبرنا على الحاجات دي. أويلي ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ مين اللي كبر؟ ده انت زي القمر وفي عز شبابك، اه وغزال وتتحمق، ده مليون واحدة تتمناك. انت قد الكلام ده؟ طبعا انا هروح اتحمق عشان مليون واحدة تتمناني. بس يعني ما تزعلش مني، انا عايزاك تغير الستايل شوية، يعني تلبس الوان فريحي كالرفول، ده النهاردة عيد الحب، انزل وتشوف، ده البنات هتبقى عليك كده. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا مرتدل. اهلا اهلا. في ايه؟ انت مالك مودي كده النهارده؟ انت مالك يا ستي؟ مالك ومالي مودي ولا عبودي؟ انت مالك بيا؟ ازيك يا رشيده؟ لا بس لسه بتقلشي؟ طبعا. ممكن اقعد اقلش معاك شويه؟ اتفضل. ميرسي. ازيك يا عم؟ ازيك يا سيف؟ كنت قلشه بقى وانا هقوم اتحمق وادلع نفسي عشان الفالنتاين. يلا قول. لا قول انت الاول. لا قول انت. لا لا ما يصحش، لازم انت اللي تقولي الاول. الو. ايوه انت فين؟ حلو قوي قوي قوي، خرجتي من اوضتك رحتي الصاله من غير ما تقولي لي. ما اري انا هم اري. بصي يا ماما على بلاطه كده، انا ايه مش شاب التوتم اللي انت كنت تعرفيهم. ها بصي انا قفشت. سلام. ها سلام. أخيراً مش هجيب هدية فالنتين. يا مقاريل. بقى البت تخرج من الأوضة وتروح لحد الصالة من غير ما تكلمك في الطرقة يا أحمر. يا دي عبيد دسيم عشان ما جبلقش ليه. بعدين أنت خارج ولا إيه؟ أنا خارج مع صاحباتي يا مقاريل. طب ما تاخدني معاك. أخدك معايا فين يا ده متخلف أنت؟ أنا خارج أنا وهي بس. يعني إيه؟ يعني مش هينفع. لا هينفع. مش هينفع. هينفع. بقول لك مش هينفع. هينفع. يا ده همد إيد عليك يا. والله ما تقدر. طب أقول لها. طب لو ليه اختي صغيره يبلغيني. يا ده عيب يا. لا مش عيب. هسالها بس البس كويس. البس كويس يا بنت اللذينة. طب انت منين؟ من المغرب يا رشيده. انت بتعرف المغرب كويس؟ طبعا. انا يا سيدي من مكان اسمه مكناس. مكناس كلامها عجب ومكناس قلوبها ذهب. طب خد قلش مغربي بقى، بحال مكناس بحال فاسكي، فاسكي مكناس. حلوه. حلوه رغم اني ما فهمتهاش. وبيقول لك في فاس بتحب تاخد كل حاجه مع انها مش محتاجه. معلش سوري انا هستاذنكم لان وراي حاجات مهمه قوي. قول كمان. طب انت صحيح قاعده لحد قد ايه في مصر؟ يعني لغايه يوم الاثنين. يعني قاعده كتير. كتير كتير مش قلت. ايوه صح. حلوه صح. حلوه جدا. يبقى ان شاء الله جايه من المغرب عشان تقعدي مع مرتضى. يلا خلاص انزلي عشان اخرجك. لا انا مش عايزه اخرج. لا ما انت هتنزلي معايا دلوقتي عشان اتفشخر بيكي. لا اتفشخر بعدين، بس انا دلوقتي تعبانه وعايزه اريح شويه. اوكي طب ما تقعدي شويه. كيفاسك مكناس؟ ايوه. الله الله الله. بتاخد. ايوه. وتروح فين الشمس من على قفل المكناس؟ الله 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 الله. ده انت مروش نفسك بقى. بنقلش. انت بتحببها فيك ازاي؟ ما بعملش حاجة، ده القلش وما يريد. هي بتحب القلش يعني؟ جدا. ليه بقى بتقول لها ايه بقى؟ بتقول لك ايه؟ يعني مثلا قالت لي انا من مكناس، قلت لها مكناس كلامها عجب، مكناس قلوبها ذهب. ومكناس كتير جرحونا. ايوه. وتعالى شوف المكناس. اه. ومكناس بالكهرباء. ومكناس بلاستيك. اطلع بره بيتنا. مش طالع. فين رشيدة؟ رشيدة مع بكار. ايه ده؟ اللي انت لابسه ده يا عم حلواني. اه طقم شبابي كده انزل كده. عيد الحب فالنتاين النهارده من حقي بقى، انزل اروق شويه كده. عايزين حاجه من عيد الحب؟ خلاص امشي وسيبني. سيبني وروح لها. بس لازم تعرف هي مش هتحبك قد ما انا حبيتك، هي مش هتضحي قد ما انا ضحيتك. امشي امشي وروح لها وهتندم، هتندم قوي. حسبي الله ونعم الوكيل. مالك مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اوه رشوده حبيبه قلبي، سوري اندمجت في البروفه، بس انا باذن الله داخله عمل قريب جدا وعامله فيه شخصيه مختلفه تماما، اول مره هطلع من غير ميك اب خالص. بصراحه انا ندمانه، انا ندمانه بزاف. معقوله يعني تبقى قدامي نجمه معروفه فيديت زيك و
وانا ما شفت لهاش حاجه. انا بصراحه مقصره في حق الدراما المصريه. والله يا رشوده بقى دي غلطتك ان انت مش متابعه، بس باذن الله لما تتابعي هتنبهري بيا، هتنبهري بادائي. طيب الحاجات بتاعتك اشوفها فين؟ بصي اما ينزل لي حاجه هبعت لك على الفيس. شكرا ميرسي. انا كنت عايزه اسالك سؤال، ممكن؟ اتفضلي يا حبيبه، ده انت بقيتي خلاص واحده مننا. ثانك يو، يعني واحده خبال يعني بريتي يعني امرايه زيك وفنانه فيديت ومعروفه ما عندهاش حب في حياتها، معقوله؟ والله انا عندي فانز كتير قوي قوي قوي، بس انا مش مركزه في الموضوع ده لان بحس ان الجواز والارتباط بيعطل كارير الفنانه. يا بنتي انا فاهمه، بس انا مش قصدي على الفانز، انا قصدي على حد سبيشال يعني حب. ده انت قروبه يا رشوده بجد والله العظيم. هو في حد بس انا عامله عبيطه مش حاساه. يا بنتي مش مهم تحسيه، ارجع واقول لك تاني لازم تعيشي الحاله. بصي النهارده فالنتاين صح، تبقي تروحي تشتري له هديه، مش مهم هي ايه، مهم هديه حمراء وتوديها له، هتشوفيه هيجري وراكي. اسمعي كلامي، هبقى فنانه بتعيش الحاله معطاءه. ميرسي يا رشوده حبيبه قلبي، باي باي. تاني خلي عند امي الكرامه بقى، بص في المرايه معفنه. يخسى عليك يا مرتضى، انا غلطانه اني عبرت واحد زيك. الله يخرب بيتك يا رشيده. اه يا دنيا، دولي يا لهفة انتوا فين؟ في ايه يا بابا؟ ايه اللي عمل فيك كده؟ فيش يا بنتي، انا نزلت وطلقت رزقي، اليوم كان ماشي حلو من اوله والموزة رايحة جاية قدامي وعيد بقى لحد ما الصنارة غمزت مع موزة، قلت هي دي بتاع اليوم كله بقى. وبعدين؟ مشيت وراها راحت سحباني ودخلت السوق في حرق، دخلت وراها فجأة وقفت قالت الحقوني الراجل ده بيتحشحر حرش بيا. هي قالت حرش وعينك ما تشوف الا النور. يا لهوي، ايه اللي خلاك تعمل في نفسك كده يا بابا؟ رشيدة هي فين؟ انا مش عارفة، مش لاقياها في الأوضة، وكمان مش لاقية الحلقة الذهب والأنسيال بتاعي. ايه ده؟ التليفون بتاعي فين؟ انا كنت سايب التليفون هنا. حركات القرع دي يا جدعان مش هتنفع، هتاخدوا مني الموبايل هاخد منكم عمركم. السلام عليكم. معلش يا جماعه ما لقيتوش المحفظه بتاعتي؟ الظاهر ان هي وقعت مني وانا قاعد مع رشيده. يا جماعه في يا لهوي ايه اللي جرى لك؟ في ايه؟ في ايه يا خالته؟ قول. انا لاقيه البنت رشيده عماله بتجري وعينه عمال يجري وراها بيصور، وانتوا زعلتوها في حاجه؟ بنت الصايعه، انا من ساعه ما شفتها وقلت القلش بتاع صاحبي ده ما يجيش من بره، ده قلش مخلي. عايز اقول لك كلمه سر. ايه يابا؟ ايه رايك في العصايه دي؟ حلوه، تجربها؟ هو ده هو ده السبب، هو ده اللي جابنا ده. ليه فازين من بره؟ ليه؟ مشهورة بجنون، نجمة تخطفها العيون، في السينمات ليا فيلم جديد واسمي بالبنت العريض، نجمة يجري وراها كل المنتجين، أجرها عالي وكل يومين يزيد، زي نجلاء فتحي أو ميرفت أمين، وأبقى أشهر واحدة في الجيل الجديد. إعلانات مسلسلات أفلام تحقق في إيرادات، لمعجبيني واقفة بمضي وتجرفات، لهفة جت لهفة راحت، لهفة فستانها فظيع، لهفة أخبارها على لسان الجميع.
مشهورة بجنون، نجمة تخطفها العيون.